المتداولة. وفي أول أخبارنا اليوم، أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الآثار الخطيرة لتعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، وكان أبرزها أنها تسبب السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي وأكيد الموت. طبعا هذه المادة المخدرة لبنى تندرج تحتها بعض أو يفندوها ما بين طبعا الكريستال وحتى الكبتاجون وغيرها، وللأسف بيتم تعاطيها بأشكال مختلفة. الجهود اللي بتقوم بها المملكة العربية السعودية والحملات اللي بتقوم عليها المملكة العربية السعودية طبعا، واللي واقف على هذه الحملة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، كلها تهدف إلى شيء واحد اللي هي الحفاظ على الوطن. لأن دائما الاستهداف الخارجي بيكون كيف؟ أنه يضرب في شباب الوطن، صحيح. أنه يضرب في بنات الوطن، ودائما نقول أن المجتمع هذا هو وقود الوطن، فبالتالي لما يتم إضعاف الوطن عن طريق شبابه يكون هذا من أكبر المخاطر اللي مفروض أن الواحد يتصدى لها. وإحنا طبعا دورنا كإعلاميين دائما وأبدا أننا دائما نوقف مع كل حملة بتصير، وأننا دائما ننوه على الأشياء اللي المخاطر اللي بتحصل. وكنا حريصين من لما انطلقت هذه الحملة أننا في كل حلقة نذكر بعض المخاطر ودور الحملات لمواجهة هذه الآفة. طبعا رؤى، أؤكد على كل كلمة أنت ذكرتيها، سواء من دور وجهود الدولة اللي قاعدة تؤديها، يعني هذه لا شك فيها ويعني معروفة والكل قاعد يشهدها، سواء في القطاع الحكومي، في القطاع الإعلامي، في القطاع التعليمي، الكل قاعد يؤدي دوره. ولكن أنا أحب أؤكد من هذا الخبر أيضا على دور الفرد نفسه. يعني كل ما قدرت أنك خاف، صح. يعني لا تستهين بنفسك ولا تستهين بدورك في خدمة هالبلد. يعني يجيك شاب، أنا إيش بسوي يا عمي، أنا يعني أنا اللي هصلح الحال، يعني أنا اللي هكون غيرت الكوكب. أيوة أنت اللي هتكون، لما تستشعر قد إيش البلد هذه قاعدة تستثمر فيك وقاعدة تفاخر فيك بين البلدان، لأنه الشباب زي ما تفضلتي رؤى هم وقود البلد، هم اللي هيحققوا الرؤية، هم اللي هيخلوا هذه الدولة تظل قائمة ورائدة بين كل الدول. فلما أجي أستهين بنفسي كشاب أو حتى كشابة وأستسهل مثل هذه الأمور، صحيح. أو أفوت فيها من باب التجربة أو من باب المعرفة أو من باب الفضول، التهاون، أنا أراها أنا أراها خيانة للبلد. أكيد خيانة للبلد كونك قررت تجرب حتى، أو زي ما قالوا أنه أعرف أن فلان بيتعاطى أو فلان بيجرب وأسكت، صحيح. وأقول أنا مالي دخل، فأنت هنا أيضا خنت دورك كمواطن، لأن إحنا كمواطنين إحنا كلنا مسؤولين، صحيح. عن أكيد أمن هذه البلد، والله يعفينا يا رب ويعفي شبابنا وشباتنا بإذن الله. إلى